يعني هاي بهالهدني بعد هالهدني انه صارت فينا هالاعمال هاي وهالضرب وهالقصف والدمار هذا والخراب، جينا على هالمخيم، المخيم فاضي يعني ما في، يعني وين بدنا نروح، وين بدنا نقعد، وين بدنا نبرم، يعني ما في، جينا لهون مهجرين، ما في شيء عندنا، لا طراح نام علي، لا غطى، لا شيء، ما في شيء ابدا ابدا. وهذا الوضع اللي نحن فيه، اللي تاثرنا فيه، انه في نتيجه القصف بعد الهدنه، هاي اللي الهدنه اللي عملوها، هاي اللي خراب البيت، ما تم عندنا شيء، ساغ كله تدمر، كله تكسر، كله نتيجه الطيران الروسي والسوري والكل، ما خلى شيء عندنا في البلاد. ليك هاي تحرمي نزلت علي هاي من الشغل عن طريق توراة. بسبب النزوح الأخير من اختراق الهدنة من طرف روسيا والنظام، سبب نزوح كبير لأهل جسر الشغور ومناطقها. لدينا نازحين كثير، لا يوجد لدينا خيام، لا يوجد لدينا فرش، إن وجدت خيمة بدون فرش تماما. إن لم تستطيعوا تأمين منطقة آمنة لهؤلاء النازحين، أمنوا لهم سكن على الأقل في منطقة آمنة ولو كانت على الحدود السورية التركية. أنا محمد، هو سجل أنا محمد. بسبب القصف الهمجي الروسي وقصف النظام، نحن من ريف جسر الشغور تهجرنا باتجاه المخيمات. نحن ما حابين نحن حابين نضل ببيوتنا، بس بسبب القصف الكثيف والرعب اللي صار عنا في المنطقه رحنا على المخيمات، ما لقينا خيام تستوعب كل هالناس هاي. فيعني ما نعرف شو بدنا نسوي، يعني جينا لهون على المخيمات لا في خيام، واذا كان موجود خيام ما في شيء يعني فرش لهالخيام هاي. شو بدنا نسوي؟ نحن عندنا اطفال وعندنا كذا، يعني قالوا في هدنه، جينا على اساس نضل في بيوتنا، رجع الطيران الروسي خلق الهدنه وصار يضرب المدنيين. طيب الان نحن بالشوارع، نحن وين بدنا نروح؟ السلام عليكم، احنا من الغوطة الشرقية. نحن ما تأمن يعني هلا لحد الآن سكن مثل الله والخلق ما تأمن لنا، وحياتنا يعني ما في فاضية، عطونا خيمة بس ما فيها لا أغراض ولا فيها شيء، يعني قاعدين على الأرض. لكن العالم اللي هلا طلعت من بيوتها وتهجرت، شو بده يكون هلا؟ شلون بده يأمنوا حياتهم؟ شلون بده يأمنوا لنا أغراض؟ ما في شيء يعني الواحد يتأمل له. صار لنا هلا فترة احنا لا عندنا اغراض ولا عندنا شيء، وجايتنا شتوية، يعني بكره بنموت من البرد احنا بهالقعدة هاي.